في مباراة مليئة بالهجمات والإثارة والتقلبات، حقق الزوراء فوزاً مستحقاً على حساب أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد. وعلى ما يبدو أن النوارس تحت قيادة عصام حماد تتعافى في ظل النتائج الإيجابية الأخيرة. شوط المباراة الأول كان زورائياً بعدما وضع حسن عبد الكريم فريقه بالمقدمة بهدف جميل بكرة ساقطة أسكنها سقف المرمى وسط فرحة العشاق، وما هي إلا دقائق حتى عزز الزوراء النتيجة بالهدف الثاني بواسطة اللاعب كريستوفر، الأمر الذي جعل الكثير يرى أن حصيلة الأهداف ستتوالى في ظل النجاعة الهجومية للنوارس. لكن هذا ما لم يحصل، لا بل أمانة بغداد كثف من هجماته قبل نهاية الشوط وكاد يقلص النتيجة لولا ضياع ضربة الجزاء من قبل اللاعب المحترف فلورنت ديدار، لينتهي الشوط بتقدم الزوراء بهدفين نظيفين. وفي النصف الثاني حاول أمانة بغداد التسجيل عبر هجمات خطيرة متتالية حتى قلص محمد جفال النتيجة، الأمر الذي جعل مدرب الزوراء يستعين بدكة البدلاء أملا في امتصاص الزخم، حيث حاول الزوراء بعد ذلك تعزيز النتيجة عبر بعض الطلعات الهجومية السريعة، لكن النتيجة بقت على حالها لتنتهي المباراة بفوز النوارس الذي عمق من جراح أمانة بغداد.